حسب التوقيت المحلي لهوا تورونتو، حان الآن موعدكم مع رمضان على هوا تورونتو. رمضان على هوا تورونتو. رمضان على هوا تورونتو من إعداد وتقديم ابتهال وحدان وخالد سلامة. هذا البرنامج يأتيكم برعاية كيم ميديترينيان كويزين، مكتب زيونة للمحاماة لكل حوادث السيارات والانزلاق والإعاقة والدعاوى التجارية، عادل الفطاطري سحور رمضان مع الفطير المشلتت، ترينيتي انترناشنال سكول من أفضل المدارس الخاصة من جريد 7 إلى جريد 12، ابتهال وحدان بروكر إي أكس بي رياليتي بروكرج، كل احتياجاتكم العقارية الخبرة والثقة، زلابيا كنافة في كوباية والرز باللبن لكل الصائمين، المحامي مينا إبراهيم مستشار الهجرة الكندي المعتمد، كل قضايا الهجرة واللجوء والمخالفات المرورية، إيمان ميخائيل لكل ما يختص بالقروض العقارية بشروط مميزة من RBC، إيفام كندا تركيب وصيانة أجهزة التبريد والتدفئة وإمكانية التقسيط المريح وخصم الحكومة، بلسم تهيني أفخر أشهى أنواع الطحينة والقهوة والحلويات والمكسرات والزيوت الطبيعية الطازجة يوميا. رمضان على هوا تورونتو. رمضان على هوا تورونتو. ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يذكرنا بفضل التحلي بالأخلاق الكريمة وعدم الخوض في الأعراض والبعد عن المشاكل ومراجعة النفس عند الخطأ. اللهم اجعلنا ممن يحسن إلى الناس وإلى أنفسنا يا كريم. رمضان على هوا تورونتو. رمضان على هوا تورونتو. هذا البرنامج يأتيكم برعاية كيم ميديترينيان كويزين، مكتب زيونة للمحاماة لكل حوادث السيارات والانزلاق والإعاقة والدعاوى التجارية، عادل الفطاطري سحور رمضان مع الفطير المشلتت، ترينيتي انترناشنال سكول من أفضل المدارس الخاصة من جريد 7 إلى جريد 12، ابتهال وحدان بروكر إي أكس بي رياليتي بروكرج، كل احتياجاتكم العقارية الخبرة والثقة، زلابيا كنافة في كوباية والرز باللبن لكل الصائمين، المحامي مينا إبراهيم مستشار الهجرة الكندي المعتمد، كل قضايا الهجرة واللجوء والمخالفات المرورية، إيمان ميخائيل لكل ما يختص بالقروض العقارية بشروط مميزة من RBC، إيفام كندا تركيب وصيانة أجهزة التبريد والتدفئة وإمكانية التقسيط المريح وخصم الحكومة، بلسم تهيني أفخر أشهى أنواع الطحينة والقهوة والحلويات والمكسرات والزيوت الطبيعية الطازجة يوميا. رمضان على هوا تورونتو. رمضان على هوا تورونتو. رمضان على هوا تورونتو. رمضان على هوا تورونتو. وصفة أكل هنية. أهلا بيتر مرة تانية. أهلا بيكم نورنا. عندنا إيه النهاردة؟ النهاردة هنكمل ميني دونتس، هنوريكم كم نوع تانيين حاجات من الميني دونتس. انا شايف حاجه قبل ما ترفعها، حاجه تجنن وتشهي وتخلي الواحد لو شايف ده قبل الفطار هيقول اللهم اني صايم. يا اللهم اني صايم طبعا. فبنحذر الناس بقى يحاولوا يمسكوا نفسهم لغايه الفطار. يعني ياخد الحاجه وياكلها بس يخبيها لغايه بعد الفطار. يعني هنديها لك في كيس مقفول عشان تقدر تمسك نفسك. انا شايف علبه كبيره يا بيتر. طب يا ريت توريها لكل اللي بيشوفونا. دي الميني دونتس اللارج. دي الميني دونتس اللارج بتاعتنا، يبقى بوكس فيه 34 قطعة. يعني لو متجمعين وحابين حاجة كده تنقنقوا فيها. دي بنعملها فريش زي ما قلنا، زيرو كيميكالز، مش مقلية، بتعمل في بريس. دي هنا عندنا بيستاشيو كريم، عندنا نوتيلا عليها بندق، عندنا لوتس بيسكوف الناس اللي بتحبه، ده كيندر بوينو عليه أوريو. في فرايتي كتير، ده بنعمله على حسب طلب الكاستمر. كاستمر حابب ايه، النوع اللي بيحبه بنعمله له. ومعانا كمان هنا ده سمول بوكس، بيبقى 2 فليفر و1 توبنج، ده الشوجر سينامون
الناس بتحب الشوجر سينمون ده كراميل وعليه المونت. ومعانا كمان هنا ده بيزك بقى اللي هو ميلك تشوكلت ووايت تشوكلت وسبرينكلرز. واحنا هنا في الدوناتس بتاعتنا مش بنحط زي اي حد جليز، ده عباره عن شوجر كل البره بيبقى جليزد شوجر وكلر وبيحطوا فليفر ويقول لك دي تشوكلت دي مش كذا، لكن احنا لا احنا بنحط ريل تشوكلت سايحه عليها. يعني انت بتقول لي ان دي ريل تشوكلت والتشوكلت ده بيكون سايح اوريدي علشان يتقدم بالطريقه دي. مش بنحط عليها شوجر جليز. كل اللي بيعمل دونتس تبقى شوجر جليزد بكلر وسنه بسيطه تشوكلت عليه ويقلبوه يبقى فليفرد، لكن احنا لا احنا بنحط فريش بلجيان تشوكلت تبقى سايحه. حتى والبستاشيو كريم الصوصات بتاعتنا الصوصات حقيقيه مش كلر وبتشوكلت. يعني كل الحاجات ديت ما فيهاش ارتفيشال؟ لا لا طبعا ما نحطش فيها ارتفيشال. اذا انت بتحافظ مش بس على الكبير، انت بتحافظ على الكبير والصغير. يا طبعا بيفرق معايا طبعا. يعني دي انا ابني شخصيا اكتر حاجه بيحبها هو بيحب الميني دونتس وياكلها يوميا، فهي لو حاجه مش صحيه مش هديها لابني اول واحد. واحنا لسه بنفكر زي ما قلنا قبل كده ان الماني دوناتس مش بتتعمل في الزيت ولكن انت بتعملها في البريس زي ما صورناها قبل كده وشفناها. اها يعني بدون اي كيميكالز، بدون اي زيوت، بدون اي حاجه وفريش باي اوردر. كاستمر بيقف اي حاجه عندنا، الزلابيا والدوناتس بتعمل فريش باي اوردر. كاستمر بيقف تعمل حاجه قدامه وياخد حاجته تقلي قدامه فريش. ده شيء جميل. هل عندنا اي حاجه انت محضرها لنا في الحلقه ديت؟ احنا خلاص وقتنا يمكن عدى في حلقتنا، بس في حاجه تحب تفكر بيها؟ لا احنا بس مواعيدنا زي ما قلنا قبل كده، نفتح 7 ايام في الاسبوع ويك دايز طول الاسبوع من 12 من 1 الظهر ل 12 بالليل، ما عدا يوم السبت بنقعد ل 1 بالليل والجمعه بنقعد ل 12 ونص. أصدقائي المشاهدين في كل مكان، دايما عفيزة لابية، دايما في رمضان، دايما مع الحلويات والمحتاجات والحاجات الحلوة كتير قوي 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 اللي بتخلينا أما نطلع من زلابية نرجع تاني. تيجوا تنورونا ورمضان كريم وشهر كريم عليكم يا رب. رمضان على هوا تورونتو. رمضان على هوا تورونتو. هذا البرنامج يأتيكم برعاية كيم ميديترينيان كويزين، مكتب زيونة للمحاماة لكل حوادث السيارات والانزلاق والإعاقة والدعاوى التجارية، عادل الفطاطري سحور رمضان مع الفطير المشلتت، ترينيتي انترناشنال سكول من أفضل المدارس الخاصة من جريد 7 إلى جريد 12، ابتهال وحدان بروكر إي أكس بي رياليتي بروكرج، كل احتياجاتكم العقارية الخبرة والثقة، زلابيا كنافة في كوباية والرز باللبن لكل الصائمين، المحامي مينا إبراهيم مستشار الهجرة الكندي المعتمد كل قضايا الهجرة واللجوء والمخالفات المرورية، إيمان ميخائيل لكل ما يختص بالقروض العقارية بشروط مميزة من RBC، إيفام كندا تركيب وصيانة أجهزة التبريد والتدفئة وإمكانية التقسيط المريح وخصم الحكومة، بلسم تهيني أفخر أشهى أنواع الطحينة والقهوة والحلويات والمكسرات والزيوت الطبيعية الطازجة يوميا. رمضان على هوا تورونتو. رمضان على هوا تورونتو. صديقي صديقتي حذر فذر فكر دبر واكسب جوائز مع مطعم بيت سيتي ميديا ان تورونتو، مطعم كاريوكا كويكلي، ترينيتي انترناشنال سكول، الهيئة الكندية للتراث. رمضان على هوا تورونتو. جولتنا الليلة في بلد عربي جميل نال استقلاله عام 1956، هي من الدول التي تمتلك مقومات سياحية عديدة وتعتمد على التنوع التراثي والإرث الثقافي الذي يكسب مناطقها تنوعاً وتبايناً يجعل السائح يدرك جذور هذا البلد الذي يعتمد بشكل أساسي على الزراعة رغم عدم جريان الأنهار في أراضيه. في بعض مناطقه الداخلية نجح سكانه الأوائل في تطوير نظام رائع للري استطاعوا من خلاله ري مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية بمياه الأمطار التي نقلوها في أنفاق ضيقة وقنوات مغطاة حتى لا تتعرض كمياتها
للتبخر بفعل الحرارة. يأمها سنوياً ملايين السياح من مختلف أنحاء العالم ليتعرفوا على معالمها، وخاصة الميدان الشهير الذي يطلقون عليه ساحة، والذي يتحول إلى كرنفال ليلي لكافة أنواع الفنون التقليدية والعروض البدائية جنباً إلى جنب مع عشرات المطاعم المتحركة التي تبدأ عملها بعد المغرب وتمتد حتى ما بعد منتصف الليل. فما هي هذه الدولة؟ كونوا من الفائزين. أرسل اسمك ورقم هاتفك مع الإجابة الصحيحة على الماسنجر لصفحة هوا تورونتو لتدخل السحب. رمضان على هوا تورونتو. رمضان على هوا تورونتو. هذا البرنامج يأتيكم برعاية كاي ميديترينيان كويزين 905-812-0078. مكتب زيونة للمحاماة لكل حوادث السيارات والانزلاق والإعاقة والدعاوى التجارية 416-622-HELP. عادل الفطاطري، سحور رمضان مع الفطير المشلتت 905-826-7676. Trinity International School من أفضل المدارس الخاصة من Grade 7 إلى Grade 12 416-820-770. ابتهال وحدان بروكر EXP Reality Brokerage، كل احتياجاتكم العقارية، الخبرة والثقة 647-685-5085. زلابيا، كنافة في كوباية والرز باللبن لكل الصائمين 905-820-7700. المحامي مينا إبراهيم، مستشار الهجرة الكندي المعتمد، كل قضايا الهجرة واللجوء والمخالفات المرورية 647-771-9488. إيمان ميخائيل، لكل ما يختص بالقروض العقارية بشروط مميزة من RBC 647-781-8486. إيفام كندا، تركيب وصيانة أجهزة التبريد والتدفئة وإمكانية التقسيط المريح وخصم الحكومة 416-876-0911. بلسم تهيني، أفخر أشهى أنواع الطحينة والقهوة والحلويات والمكسرات والزيوت الطبيعية الطازجة يومياً 647-497-7700. رمضان على هوا تورونتو. رمضان على هوا تورونتو.